أهلا بكم مرة أخرى أحبائي في برنامج عصر الآباء يتكلم، وحلقتنا النهاردة عن موضوع يمكن سمعنا فيه كتير قوي، لكن عايزين ناخده بحسب فكر الآباء. ما هي الشهوة؟ الآباء ليهم تعريف عن الشهوة، وهي الأفكار اللي موجودة في القلب. معظمنا بنفكر ان الشهوة هي الفعل، يعني لما الانسان يشتهي ويعمل الامر ده، لكن الحقيقة ان كلمة ربنا بحسب كمان فكر الاباء نقلوا المفهوم ده. الفكر موضوع الانسان الاساسي هو افكار القلب، لان من القلب مخارج الحياة، هو بيبدأ منه كل شيء، القلب الانسان. فالكلمة الرئيسية لمعنى الشهوة هي أن الإنسان ينغمس انغماس كلي في اللذات، الانغماس في الملذات واللذات. عشان كده اللذة هي بحسب حتى المفهوم علم النفس يعرفوها، يقولوا أنه هي أصل كل الأشياء. فالإنسان قدامه طريقين، إما الألم أو اللذة، فهو يريد أن يتعلم انه يدافع عن لذته ويبتعد عن الالم. فكل الدوافع السلوكيه، بنفسر الموضوع ده بعلم السلوك، وده امر مهم جدا. كل الدوافع السلوكيه نقدر نفسرها في هذا الامر، وفي عالم كبير جدا اسمه فرويد اتكلم عن ان الدافع الجنسي هو الدافع لكل الاشياء، واتكلم على انه المراحل الإنسانية، وأهم مرحلة هي المرحلة الفمية، إن الإنسان عايز ياخد عايز ياخد عايز ياخد، وبيعيش الإنسان بهذه المرحلة وعايز يمتنع عن الألم، فهو عايز يبتعد عن الألم وياخد لذة، عايز يمتنع عن الألم ويشتهي الأشياء. عشان كده الكلمة الرئيسية اللي هنقراها في كلمة ربنا النهاردة موجودة في تيموثاوس الثانية 3، وخلونا نقرأ مع بعض كلمة ربنا ونشوف النص الكتابي. بيقول في رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس في الإصحاح الثالث، يقول: ولكن اعلم هذا، يا تيموثاوس تلميذ بولس الرسول، ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. ليه؟ لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دانسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله. هي ناس كتير جدا بتفكرها للذات، هي مش محبين للذات، هي محبين للذات دون محبة لله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، فاعرض عن هؤلاء. التشديد على كلمة للذات، لأنه هي دي الفكرة الرئيسية، إنه مصدر كل أعمال الجسد دي هو الانغماس في اللذات. عشان كده الآباء كان عندهم مشكلة كبيرة جدا جدا مع الانغماس في اللذات. الهوى أو الشهوة أو الأهواء أو النجاسة، كل المصطلحات دي كانت تبدأ الحرب فيها بداية ما أول ما الشخص يبدأ يكرس نفسه للمسيح. وكانت الحرية الحقيقية هي حرية أن يتحرر الجسد من محبة اللذة، هي الحرية في أنه يتحرر من محبة الجسد. عشان كده بدأت الحركة الرهبانية في كل ربوع الأرض. فالحركة الرهبانية هي حركة كان الهدف منها هو البعد عن الانغماس في ملذات الأرض، ليست فقط الملذات الجنسية. يعني بعض الناس يقول لك ما دام يترهبن يبقى هو بس، لا، الموضوع اعمق من كده.
الموضوع مش معناه الله لم يكن في يوم من الأيام ضد الزواج الإنساني وضد الجنس وضد اللذة الجنسية، لكنه ضد الانغماس فيه، بمعنى أنه يبقى هو الأولوية الأولى والقصوى. الله لما أرسل الإنسان إلى الأرض قال اسمروا واكسروا واملأوا الأرض، الله هدفه أن يتزوج الإنسان ويظهر محبته بهذه الطريقة، الزوج للزوجة والزوج للزوجة. أحيانا كثيرة جدا في بنسميه يعني إزاي نتكلم عن الأمور الجنسية، ده يعني عامل كده زي الصندوق الأسود، فنخاف نفتحه في البيوت مع أولادنا، نخاف نفتحه في حواراتنا مع بعضينا. الجنس أحبائي أمر عادي جدا جدا في حياة الإنسان، وزي ما بنقول هو محرك لكثير جدا من أمور حياتنا. عشان كده من الأفضل إن إحنا بالضبط كده عايزين نسميه نديره في الطريق اللي ربنا عايزه، مش نديره في الطريق اللي إبليس عايزه ولا اللي العالم عايزه ولا اللي نفسنا عاوزاه. إدارة أنا عايز أسميه كده اللفظ ده، يمكن يكون لفظ جديد على المشاهدين، إدارة الحياة الجنسية، إدارة الشهوة. كيف تشتهي؟ هل تشتهي يعني في شهوات مقدسة؟ أنت تشتهي من أجل محبة الفقراء، أن تشتهي من أجل الأعمال الصالحة، أن في ملذة الله في الإنسان، الله لذته، عارفين لذته في إيه؟ في الإنسان، في أن يكون في عشرة حقيقية بينه وبين الله، ولذتي في بني الإنسان، لذتي في محبة الإنسان. لكن اللذة إحنا بنديرها في الطريق اللي بياخدنا داون، بياخدنا لتحت، اللي بيشدنا لتحت، بيخلينا في بحر الملذات. ليس كافيا أن نتحرر من هوى الانغماس في اللذات وحسب، ينبغي علينا أن نتدرب على الحرب، فلكل حرب طريقة مختلفة. توجد قاعدة في هذه الحرب الداخلية، وهي أن تكون غير منغمس فيها. قديس من القديسين اسمه سيوغانستست قال كده: لا ينبغي علينا أن نتجنب الأسباب فقط، ولكن أن نبغضها، ويتحقق ذلك بالتوبة الحقيقية والتي هي مصدر الشفاء الحقيقي. ينبغي علينا أيضا بخلاف محاربة الأمور المثيرة للذة الحسية أن نختبر الألم. عشان كده القديس ماكسيموس المعترف يقول كده مقولة من مقولاته: الألم هو موت اللذة الحسية. الألم هو موت اللذة الحسية. ليه؟ الألم ده نعمة كبيرة يا جماعة وبركة كبيرة، لأنه لما بيبدأ يتألم الإنسان بيبدأ يفقد القدرة على اللذة واللذة الحسية بشكل خاص. عشان كده من الضروري بالنسبة لنا أن نتألم، لأن هذه هي طريقة شفاؤنا من اللذة. يتعين علينا أن نتألم لأن طبيعتنا انخرطت في اللذة الحسية. بالإضافة إلى ذلك بيعلم القديس ماكسيموس المعترف أن كل الخطايا تقريبا ترتكب بهدف الحصول على لذة. لو إحنا ده تعليم أبائي على فكرة، لكن الحقيقة ده تعليم كلمة ربنا، لأن هم كانوا منغمسين في كلمة ربنا مش منغمسين في اللذة، وده الفرق. فبيقول أنه كل خطايا تقريبا ترتكب بهدف الحصول على لذة، واللذة تبطل بالألم لما نخش في ضيقة، لما نخش في شيء في ضيق شديد جدا. وده من عناية الله لنا أنه يشفي اللذة بالضيقة، والضيقة تنشئ توبة، والألم ينشئ توبة. أحد القديسين اسمه القديس سلاسيوس قال كده: تحطيم اللذة هو قيامة النفس. ونستطيع أن نقول نفس الشيء عن التجارب في حياتنا، أننا نواجه كل المحن ونواجه كل الأمور الصعبة من خلال شيء واحد بس، نعمة ربنا. عشان كده احتمالنا كمؤمنين أن الألم هو الطريق لكي نتحرر، ده أمر مهم جدا. وده كان المجهود اللي نقدر نقول عليه الحياة النسكية، الحياة الرهبانية. وده كان مجهود كتير قوي الآباء شرحوه ودرسوه، كيفية السهر الروحي وكيفية الانغماس في الحب الإلهي وكيفية البعد عن الملذات والشهوات.
ففي تراث رهيب جدا في كنيستنا، وانا لما بقول كنيستنا بقصد كل الكنيسه العامه بكل طوائفها، في تراث ابائي رهيب جدا لهذا الامر، في كتب باكملها ومراجع ومخطوطات اكملها كلها نسكيه، بنسميها الكتابات النسكيه، يعني بتتكلم فقط على الهروب من اللذات. عشان كده النص اللي احنا قريناه امر مهم جدا، انه كل الليستة الكبيرة من اعمال الجسد اللي قريناها دي الرئيسية بتاعتها ان هم محبين للذات دون محبة الله. فكأنه ده ميزان في كفتين، كفة اللذات وكفة محبة الله. الكفة الرائجة فين؟ اللذات. فكل ما ابتغي لذة كل ما اجي بقى للقائمة الجسدانية الرهيبة ديت. محبين لأنفسهم لذة، محبين للمال عشان يلززني، متعظمين تكبر، مستكبرين، مجدفين يقول كلام علشان ينال من الآخرين، غير طائعين لوالديهم، ما هو عايز يتلزز فمش عايز يخضع لأي رولز حواليه، غير شاكرين مش قادر يشكر، دانسين منغمس في الدناسة عشان يتلزز، واللذة الحسية عنده أهم شيء، الأكل، الممارسات، كل الأمور دي لذات حسية بلا حنو. في ثلاث حاجات ورا بعض بقى دي بداية الانغماس الكلي في اللذات. بلا حنو، ما عندوش أحشاء، قاسي جدا، ما عندوش أحشاء رأفات، قلبه ما بيتحننش، ما عندوش أي نوع من أنواع الحنان على الفقراء والمساكين والمحتاجين، أنا وبس، وكل الأشياء تدور حواليني أنا فقط 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 فقط. وأول ما تعرف إن عندك الظاهرة دي اعرف على طول إن أنت منغمس في اللذات، مش محتاج حد يقولك، يعني مش أول ما تعرف إن أنت بلا حنو تعرف على طول بالظبط إن أنت اللذات هي الكفة الرقحانة في حياتك. الحاجة التانية بلا رضا، ما عندوش رضا، بمعنى إنه حقود، حاسد على كل ده عنده وده وأنا ما عنديش، ده يمتلك وأنا ما امتلكش. واخدين بالكم؟ بلا حنو، في ثلاثيه كده رهيبه جدا في موضوع اللذات ده، ما عندوش حنو على الاخرين، وكمان ما عندوش رضا على اللي عنده، ما عندوش اكتفاء، ما عندوش رضا، مش حاسس انه الحياه اللي هو عايشها دي كافيه ليه، لا عايز المزيد المزيد المزيد، يغير نوع العربيه اللي راكبها، وعايز يغير حتى ان امكن يغير الزوجه اللي متزوجها، ما هو عاوز يغير، عايز يغير، عايز يغير. الهدف هو إشباع لذته الحسية، الأكل اللي بياكله، اللبس اللي بيلبسه، شكله قدام الناس، بلا رضا، مش مقتنع على أي حاجة أبدا في حياته. حاجة تانية ثالبون، ثالبون معناها إنه بيشيع كلام خبيث، بيزور. الثالبون هم الناس الذين يعني يروجون الإشاعات حولين نفسهم وحوالين الآخرين بس بالكذب. ومعروف في علم الإشاعة أن الإشاعة هي نصف الحقيقة، فهي ليها شكل كده ممكن يصدقوا الناس، لكن الحقيقة هي كذبة، وكذبة خبيثة ومملوءة بالخبث ومملوءة بالالتواء، علشان تقدر الثالبون يصطادوا الناس بمخالبهم. فعلشان هذه المخالب مجرد أفكار، وهذه الأفكار يضعوها يبسوها كسموم في الأذهان، يعني يسلب الذهن ويسلب الإرادة. اللذات بتعمل كده فينا يا جماعة، بتحولنا إلى مسخ، بتحولنا إلى مش الصورة اللي خلقها ربنا، بتحولنا إلى شيء آخر شرير، مش بس يصنع الشر لكن كمان ينشر الشر، مش بس فاسد لكن يفسد الآخرين. أنت مش محتاج أكتر من أن تفاحة واحدة فاسدة لكي يفسد كل سلة التفاح، أنت مش محتاج غير فكرة واحدة بس في ذهنك فاسدة علشان ذهنك كله يفسد، أنت مش محتاج في الأسرة أن يكون في عضو واحد فاسد عشان الأسرة كلها تفسد ويبقى فيها مرار، أنت مش محتاج غير وان يونت في الكبد يفسد بالفيروس علشان كل الكبد يتملي بالفيروس، انت مش محتاج في السرطان الا خليه واحده بس مسرطنه فيبدا يتشعب السرطان في كل الجسد، وان يونت، لذه واحده تخليك تنزل لكل الملذات الاخرى في الحياه. واخدين بالكم اللي بيحصل؟ فانك تفتح الباب للملذات الحسيه
وتنغمس فيها ده أمر صعب جدا. أحد القديسين اسمه القديس ماكسيموس المعترف قال كده: يأتي احتقار اللذة من خلال الخوف أو الرجاء في الله ومن خلال معرفة الله ومحبته. فعندما قال كده تتطور المباهج الداخلية من خلال الخوف من الدينونة ومن الله، أو من خلال ترجي الفردوس، أو من خلال معرفة الله الروحية ومحبته، بتعبير آخر من خلال شركتنا معه، عندئذ نتحرر من الملذات الخارجية ويحدث نمو للحواس والروحية جواك. عشان كده الكتاب بيقول إيه؟ حواس مدربة. تنمو جواك حواس مدربة تبدأ بيها يعني تدوس على اللذة من أجل، وده بنسميه في العلوم الاجتماعية والنفسية التسامي. يعني لو واحد مستغرق في عادة نجسة، زي بعض الكتير من الشباب مستغرق في العادة السرية، فهو بيمارس الاستمناء، بيمارس اللذة مع نفسه، ويجي يقولك أنا ما بأذيش الآخرين. بس أنت منغمس في لذة حسية عشان تلذ ذاتك. علشان تتغلب على العادة ديت، احنا مش بنتكلم دلوقتي ازاي، لكن ينبغي أن تتسامى. والتسامي هو أن ترى في أن هذه اللذة عشان تحتقرها أنك تاخد لذة أخرى. فاللذة الأخرى هي اللذات الخارجية، اللذات الروحية. عندما ينمو إدراكك الروحي بأنه هذه الأمور حتى صغيرة، يقول لك مش مشكلة، ما أنا بعمل الخطية، يعني دي حاجة صغيرة في حياتي، ده في ناس بتعمل أكتر من كده وأبشع من كده. لما بتقارن لذتك بلذة غيرك تنحدر، لكن لما تحتقر لذتك ولذة غيرك ترتفع. خدين بالكم من الفكرة؟ فلما هذا هو السبب الذي يجعل حياتك تتغير وتتحول من الملذات الحسية، عندما يملأ الله قلبك، عندما يملأ الله حياتك بحبه، عندما شبعك ما يكونش في اللذة، لكن شبعك يكون في هو، في الرضا بتاعه، انه يرضى عليك. فتيجي تقول ما انا ممكن اتألم من اجل هذا الامر، انا في يعني انا عايز اكل معين بقدر معين، انا بحب الاكل، بحب الامر ده، ومش بقدر اقاومه خالص. بس انت لو قاومته وتألمت وتحرمت منه، هتقدر بتساميك ده عن هذا الامر، هتقدر يحدث تغيير في قلبك، فيبقى شبعك مش ده. فاللي بيحولك من اللذة الى الامور الروحية هو حرمانك وألمك. عشان كده انا بقول النهاردة، إن كان كل إنسان بيسمعني قول كده معايا: مرحبا بالحرمان، مرحبا بالآلام والضغوط، مرحبا بالناس اللي بتنغص علي عيشتي، في سبيل إن أنا لما بتألم برتد عن الملذات الحسية والإنغماس في اللذات، وبقترب أكتر من المحبة الإلهية ومحبته. واخدين بالكم من الفكرة دي؟ دي فكرة مهمة أوي. واحد من القديسين اسمه القديس يوحنا السلمي يكتب في أحد الدراسات الأبائية أنه عندما كان موجودا في البرية خارج الألاية، وجد الرهبان وهم يتعاملون بمرارة وغضب وغيظ، فبدأ يحسهم، يقول لهم: إزاي أنتم النهاردة تعيشون في الحب الإلهي وأنتم بتعيشوا مع بعض؟ مش قادرين، إن كنتم أنتم مش قادرين تحبوا بعضكم البعض، كيف تستطيع أن تحبوا الله الذي في السماء؟ كيف تستطيع أن تقول أنا أعشق الله، العشق الإلهي والحب الإلهي، وانت مش قادر تحب اخوك اللي انت شايفه بعينك؟ انت بتحب الله الذي لا تراه ومش قادر تحبه. وده في رسالة يوحنا. عشان كده بنشوف انه بيكمل القديس كلامه، بيقول انه علشان تشفي نفسك من الانغماس في الملذات، تحتاج انك انت بارادتك تسلم الكل ليه. فينبغي علينا ان نلقي بانفسنا في الجهاد لكي نشفى من هوى الانغماس في الملذات الشريرة، ولا يدعنا نرى أمر آخر غير أن ننفتح عن الحب الإلهي. ولو كنا نحب اللذة الحسية فإننا نكون غير محبين لله. فالإنغماس في الملذات هو خطيئة العائشين في الأيام الأخيرة. خدوا بالكم من النقطة دي، لأنه بدأ النص دوت قال كده: واعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. وأنا ما أعتقدش أن إحنا بعاد جدا عن الأيام الأخيرة، وليس فقط في ممارسات الحياة، لكن كمان علشان
بمعنى آخر الذين هم في الإيمان لابد أن يبرهنوا حقيقة جوهرهم الداخلي. فإذا كنت تعيش في الإيمان في حياة القداسة في حياة التقوى ينبغي أن تبرهن أنت أي نوع من الأواني. وده بيجوب موجود في نفس الكلام في عدد تيموثاوس الثانية 19 بيتكلم عن مفهوم الآنية اللي من ذهب وفضة والآنية اللي من خشب وخزف. فقال كده فالمعنى الرئيسي فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ إن طهرت نفسك من الإنغماس في الملذات هيقدر ربنا يعمل الرباعية الجميلة دي اللي قرناها في تيموثاوس الثانية. يقول إيه؟ 19 يقول إيه؟ إناء للكرامة مقدس نافع للسيد مستعد لكل عمل صالح لكل عمل صالح. تطهروا يا حاملي آنية الرب تكون مقدس تنفصل عن الشر تكون نافع للسيد يعني تكون مفيد للملكوت بتاعه تكون مستعد لكل عمل صالح يعني يكون مستخدم استخدام إلهي في حياتك. عشان كده في بطرس الأولى 4:1 يقول فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. وده تعليم كتابي ده تعليم كتابي مهم جدا جدا جدا. فإن كنت النهاردة عزيزي المشاهد بتعاني من ألم أو ضيق أنا بشجعك وبقولك إنه ده الطريق إلى إنه يرفعك ربنا من فوق الملذات الحسية. يا أخي يا حبيبي ده أنت لما بتكون عيان بعاية بسيط الإنفلونزا تبقى مالكش نفس تاكل مالكش نفس تتكلم مالكش نفس تعمل أي حاجة عشان يرفعك ربنا عن الملذات الحسية بيوقعك في هذا الأمر. عشان كده فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. أحبائي المشاهدين أنا عايز أشجعكم النهاردة إن إحنا نخرج من الإنغماس في الملذات في مقابل محبة الله. أمين. بس عشان يحصل ده لازم نقول مع بطرس الأولى 4:1 فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. فمرحبا بالآلام مرحبا بالاضطهادات مرحبا بالضغوط مرحبا بالشدائد لأنها بتطور في شخصيتي بتجعلني إنسان جديد بتجعلني ذهن جديد بتجعلني قلب نقي. عشان كده يا ترى أنت النهاردة آنية من ذهب وفضة ولا آنية من خشب وخزف؟ يا ترى أنت مزيف ولا حقيقي؟ يا ترى منغمس في اللذات ولا محب لله؟ تعالوا نصلي مع بعض الصلاة دي ونجي كانت رغبة قلبك صلي معايا قبل ما نختم حلقتنا معاك النهاردة. أمين. أبونا السماوي أنا بصلي يا رب من كل قلبي إنك تجعلنا محبين لله غير منغمسين في اللذات. وبحسب معلمنا الرسول بولس إلى تلميذه تيموثاوس ساعدنا يا رب أن نكون إناء للكرامة وأن نكون مستخدمين أنقياء للقلب وأن نكون نافعين للملكوت ومستعدين لكل عمل صالح. يا رب هذه هي رغبة قلبي ورغبة إخواتي المشاهدين. إحنا بنصلي إليك يا رب من كل القلب أن تأتي على حياتنا وبيوتنا فتقدسنا فنكون يا رب كما كان سيرة آباؤنا في القديم سيرة عطرة تركوا لنا تاريخ معبأ بالصلوات وبالجهاد الروحي. هكذا نحن أيضا يا رب نسلك في جدة الحياة متعلمين في طريق الجهاد الروحي اليومي والسهر الروحي فلا ننغمس في اللذات ولا ننغمس في الشهوات العالمية الباطلة الزائلة بل نأتي إليك محبين صالحين مقدسين بك وبدم يسوع المسيح. آمين. أحبائي المشاهدين أشكركم جدا على متابعتكم لحلقاتنا. إحنا بنحاول بقدر الإمكان نقدم التعليم الآبائي في لغة سهلة وبسيطة حتى تصل إلى الجميع. والجميل أن كلمة الله دائما هي سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي. أراكم في حلقة قادمة من برنامج عصر الآباء يتكلم. سلام المسيح معكم.